واليوم جمع من الأحباب مرتحل عنا وقد أحسنوا دفع الأمانات فإننا نتحدث عن حجم المسؤولية وقوة النجاح في إنجاز الأدوار المطلوبة وفق منظور رؤية الوطن الطموحة. وفي مكتب التعليم بمحافظة القطيف أننا شركاء في بناء ذلك المستقبل. شأننا شأن بقية المكونات لهذه البلاد المباركة. أنا تعينت في مدرسة الفلاح الابتدائية، ولل المصادفة إن المدرسة هذه درست فيها مرحلة ابتدائية. بدأت مشواري التعليمي في عام 1411 في مدرسة الجارودية المتوسطة والثانوية. نعم، هي بداية التعليم وبداية التعيين تحديداً كانت في عام 1410.